وبنوصل مشاهدينا لفقرة كونكتد وجولة سريعة على أهم الأحداث والنشاطات اللي عم بتصير على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم خبرنا الأول من موقع ام تي في ستارز، أحيا الفنان وائل كفوري حفل جماهيري ضخم بالعاصمة اللبنانية ضمن مهرجان أعياد بيروت السبت الماضي. وبعد طرح فيديو كليب أغنية الغرام المستحيل، أطلق النجم وائل كفوري فيديو كليب لأغنية كيفك يا وجعي خلال حفلته. وتابع وائل بالفيديو الجديد فكرة فيديو الغرام المستحيل واللي بتدور حول تعرضه للخيانة. وهون منذكر أنه أغنية كيفك يا وجعي من كلمات منير بوعصاف وألحان هشام بولس. خلال الحفل كانت لافتة خطوة الفنانة أليسا اللي كلنا شفناها وعبرنا عن إعجابنا بهالخطوة الشفافة لما تقدمت لعند وائل وقدمت له محرمة حتى يمسح عرقه لأنه كان كتير مشوب. وهون علقت على الصورة لما بيكون الجو حار جدا ببيروت على الموقف، ولقيت هالخطوة انتشار كتير كبير على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والكل عبر عن إعجابه بعفوية أليسا وشفافية الصداقة اللي بتربطها بوائل. ومن جهة أخرى كمان نشر وائل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي صورة عفوية بتجمعه بأليسا هي وعم بتبوسه. شوفوا لأي درجة هن شفافين بعلاقتهم. وعلق وائل على الصورة أوقات حب جميلة مع أليسا. رح نشوف هلأ. طيب منكفي حكي، كلنا بنعرف انه هالحفل الضخم كان ضمن مهرجانات اعياد بيروت، وانطلق المهرجان مع هالحفل لوائل كفوري، وكان في عدد كثير كبير من محبين نجم وائل كفوري، الالاف بتصور، وكانوا كثير مبسوطين هالسنه لانه الحفل كان ما كان بالهواء الطلق، يعني ما كانوا كثير مشوبين، بالرغم من انه كان اندورز كمان كان الطقس حار. يمكن قد ما زقفوا قد ما هيصوا المعجبين لوائل، ومثل ما شفتوا الفنانة أليسا تقدمت منه وقدمت له محرمة حتى يمسح عرقه. على كل هيدي مش أول مرة أليسا بتقوم بخطوة مماثلة، شفناها عدة مرات بتعبر عن أحاسيسها كمان ومشاعرها بكل شفافية. خلينا نشوف مقطع من فيديو كليب وائل كفوري. كيفك يا وجعي، ولو عم تسمعي مش عم حكيك تقلك انك ترجعي. كيفك يا وجعي، ولو عم تسمعي مش عم حكيك تقلك انك ترجعي. عم حكيك تأطمن عحالي اللي تركت. ننتقل لخبر عن شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم اللي عم بتحقق نجاح كتير كبير مع فيديو كليب أغنيتها الجديدة بوسة قبل النوم، كتير حلو العنوان، واللي طرحته من أو عن شركة لايف ستايلز ستوديو من عدة أيام، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة بلغت مئات الألاف من المشاهدين عبر موقع يوتيوب العالمي للفيديوهات. هذه كانت لقطات من الفيديو كليب. ننتقل للفنانة والممثلة سيرين عبد النور. نشرت سيرين صورة لها على صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي وعم تستمتع مثل ما عم نشوف بأشعة الشمس على شاطئ بحر بإيطاليا، وعلقت على الصورة إجازة بكابري بإيطاليا، استرخاء بالطبيعة على البحر بكابري. وبحديث تلفزيوني عن زوجها وبنتها وخزينة ملابسها، قالت سيرين إنها أبداً ما كانت مخططة إنها تكون ممثلة أو مغنية، بل كانت حابة إنه تكون مصممة أزياء. صدقوا أو ما تصدقوا، لها سبب درست التصميم، وكمان كانت تتمنى إنه تكون محامية كمان، هيدا مجال كتير بعيد عن اللي هي فيه. أما عن علاقاتها العائلية فأكدت سيرين إنها بتغار على زوجها وبتحب تطبخ الباستا لبنتها لأنه بتحبها كتير. كمان خلينا ننتقل لخبر عن الفنان الراحل عمر الشريف. نقلت عدة مواقع مصرية معلومات صادمة بتتعلق بالرصيد المصرفي للفنان الراحل عمر الشريف، وقالت هالمصادر أنه رصيد النجم العالمي الراحل
بالبنوك المصرفية والدولية هي صفر، يعني لا شيء. وأضافوا أنه من فترة ما بيمتلك أي رصيد بأي حساب بنكي، كما أنه ما بيمتلك أي بطاقة فيزا أو كريدت كارد. يذكر أنه تم تشييع الراحل عمر الشريف الأحد الماضي ب 12 حزيران بحضور حشود كبيرة، وتوفى عن عمر 83 سنة إثر إصابته بمرض الألزايمرز. الخبر كان خبر بالفعل حزين وصدمة لكل جمهوره بلبنان والعالم العربي. خلينا ننتقل لخبر عن الفنانة أصالة، وهذه مش أول مرة أخبارها بتتصدر العناوين. تعرضت الفنانة أصالة لانتقادات كبيرة من معجبينا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، وسببه الممثل أحمد عز. فبعد ما أبدت إعجابها بفيلم أولاد رزق، مثل ما عم نشوف هون، اللي كان من إخراج زوجها طارق العريان، ووصفها لعز بالصديق الرائع، انهالت على حسابها التعليقات اللي رفضت هالوصف، لأنه هن بيعتبروا أنه الزوج أي عز اللي بيترك زوجته وأولاده هو أبعد شخص عن الرائع. وما انتهت الانتقادات هون مشاهدين، حتى انتقدوا المخرج زوجها طارق العريان على اختيار أحمد عز لهالدور، برأيهم رجل بيتخلى عن عائلته ما بيستاهل دور بفيلم مهم. يذكر أنه أصالة وضعت صوته على الأغنية الأخيرة لهالفيلم، ووصفتها بالفرصة الرائعة والخطوة الجميلة. أما زوجة أو اللي هيدا الخلاف اللي كان عم بدور، زينة بتهاجم أحمد عز بعنف. كانت توجهت الفنانة المصرية زينة برسالة قاسية إلى الفنان أحمد عز بعد تصريحاته الأخيرة بأنه منه والد توأميها وما كان مزوج منها. يعني هون فضايح على الهوى. وكتبت عبر إنستغرام: أنا أسفة لجمهوري الغالي اللي وعدته أني مش رح أذكر المدعو تاني، بس كمان أنا مش حسكت لأي كلمة تقال كذب زي ما وعدتكو. عم حاول أقول باللهجة المصرية: أحب أقول لك استرجل، يعني عم تقول له كون رجال وبطل تجيب اسمي، وعرف أنه في حكم محكمة لازم تحترمه غصب عنك، والحكم رجع لأولادك حقهم، ولما يكبروا رح يعرفوا أنه أنت حتى ما بتستاهل أنه نسميك بني آدم. كلام كتير قاسي وجهته زينة لأحمد عز. تصور في عنا بريك هلأ، رح ناخد بريك قصير ومنكمل حلقتنا.